عايز أبدأ معاكم مباشرة بالانفراد اللي فجرناه بالأمس. أنا عارفكم إنكم أنتوا عايزين نتكلم في موضوع المجلس الأعلى للإعلام ومرتضى منصور، هتكلم في ده كله. ولكن في الأول عايز أتكلم في ردود الأفعال المدوية على موضوع بيراميدز. وسؤال مهم جدا 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 لكل من اتصل بيا وكلمني وقال لي المعلومات اللي انت قلتها عن بيراميدز معلومات خطيرة وخطيرة جدا. يعني ما بين النادي يتعرض إلى أزمة مالية كبيرة وما بين اتهامات بالنصب على صحفيين وعلى إعلاميين وكمان تأخر مرتبات لثلاثة وأربعة أشهر، بالإضافة إلى تأخر مستحقات ومكافآت اللاعبين ومجاملات بالجملة وخراب إداري ومالي كبير جدا 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 جدا. خلينا بعض الناس اللي اتكلمت وقالت يعني الكلام في قسوة شوية والكلام ربما يكون مبالغ فيه أو ربما يكون هناك مصالح. يعني أنا عايز حاجة من بيراميدز مثلا، من حق الناس تشك ومن حق الناس تتكلم، ولكن إحنا يا جماعة قلت لكم إن إحنا شغالين دلوقتي ناس بنقول معلومة، ليس لنا حسابات مع أي حد، هي معلومات. ما وصلنا من معلومات إن في أزمة كبيرة في نادي بيراميدز وفي شلالية وفي ناس بتقبض وناس ما بتقبضش من اللعيبة وفي متأخرات لثلاثة أو أربعة أشهر وفي قصص وحكايات وروايات كبيرة وفي حالات نصب على صحفيين وإعلاميين وفي شوشرة كبيرة جدا وترهل إداري ومشاكل مالية داخل النادي. وصل الأمر لاتصال البعض بسالم الشمسي مالك بيراميدز، وسالم الشمسي كان مصدوم وفوجئ برسائل جياله على الموبايل بتاعه وناس بتكلمه على مستحقات مالية ومرتبات أيا كان رقمها كبيرة أو صغيرة، ولكن الراجل انهار وقال ليس لدي أي جنيه متأخر وبنبعت الحقوق للناس أول بأول وفي تحقيق كبير جدا داخل نادي بيراميدز في هذه الأمور. وأنا بكلمكم في تحقيقات كبيرة جدا 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 في نادي بيراميدز حول هذه الأمور اللي فجرناها بالأمس. يعني في مواضيع كتير جدا كارثية جوه بيراميدز. والرأي العام صدم إن فعلا العملية مش عملية كمان فشل كروي وعدم تحقيق بطولات مقارنة بفيوتشر اللي لسه ما كملش سنتين والذي حقق بطولة كأس الرابطة وبيشارك في أفريقيا من أول سنة ونجاح رهيب للمنظومة في فيوتشر. لا كمان ناس راحت تتهم ممدوح عيد بالمجاملة وإنه ممشيها تكية وبيحاول يحرج كل من يختلف معاه وبيحاول يدعي بطولات زائفة ويعمل حاجات ليس لها أساس في الواقع. الناس اللي استغربت كلامنا والناس اللي قالت يا عبد الناصر الكلام قاسي جدا والناس اللي قالت عبد الناصر دي مصالح وبيحاول يهاجم بيراميدز عشان مصالح شخصية، بقول لهم نحن ملوك المعلومة والله يسامحكم. ولكن سأبدأ معكم حواري بمكالمة مهمة جدا من الزميل الصحفي المحترم الأستاذ راجح ممدوح، وهو شاهد عيان وأحد الشخصيات اللي لها مستحقات مالية وهناك أزمة بينه وبين بيراميدز، لأن دايما وأبدا الأدلة بتبقى خير كلام وخير برهان على كل معلومة إحنا بنجيبها. أستاذ راجح ممدوح، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ ازيك عبد الناصر. الله يخليك يا أستاذ راجح الخطير الخطير. أستاذ أخبارك عبد الناصر عامل إيه؟ الله يخليك يا أستاذ راجح. ربنا يخليك منور الدنيا يا أستاذ عبد الناصر، وتحياتي ليك ولكل متابعينك ومشاهدينك الكرام. يعني أولا أنا سعيد جدا إنك تكون معايا، وشكرا لوقتك ووجودك معانا في هذه الدردشة من خلال يومياتنا مع كل المحبين وكل من يتابعنا. والله انا جيت لك حفله نادي كرات الشمس في نادي السكه وانت ما كنتش فاضي طبعا، بس كنت منور يعني. ربنا يخليك، ده شرف ليا يا استاذ راجح حبيبي يا استاذ الناصر. ايه قصتك مع بيراميدز؟ والله يا استاذ عبد الناصر، يعني اولا بنبارك لنادي الهلال السعودي والاشقاء في السعوديه تمام، والف الف مبروك للكره السعوديه ونادي الهلال، وان شاء الله نادي الاهلي يحصلوا في النهائي يا رب، وده شرف كبير للكرة العربية والكرة السعودية والكرة المصرية بشكل عام. تمام. واحنا سعداء كشعب مصر ان احنا سعداء بالكرة السعودية، يعني لان الاشقاء يعني علاقة طيبة وممتازة على مر الاجيال يعني. تمام. اما بالنسبة لنادي بيراميدز، الصراحة ده قصته قصة يا استاذ عبد الناصر يعني. اتفضل. ده نادي انا مش عارف له اي هوية خالص. تمام. النادي ده انا مش عارف له اي هوية، بمعنى كلمة هوية يعني في الكورة. لا عارف له إدارة ولا عارف له صفقات ولا عارف له كيف يدار هذا النادي يعني. أنا اشتغلت في نادي بيراميدز مع الزملاء الأفاضل أصدقائي من الصحفيين المحترمين، وكنا نتعامل مع هذا النادي بصفة محترمة وبشكل محترم وشكل لائق جدا، إلى أن تم إيقاف مستحقات جميع اللجنة الإعلامية عن طريق الأستاذ ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي. وعندما تم إبلاغنا بهذا الأمر، طبعا أنا أعوذ بالله من كلمة أنا العبد لله الفقير إلى الله، هو اللي طلع كتب على صفحته يا جماعة ما ينفعش يا دوحة اللي انت بتعمله ده، ابعت للناس حقوقها، ادي للناس حقوقها يا ممدوح، ما ينفعش نادي بيصرف مليارات يا عبد الناصر، والمتابعين والمستمعين عارفين الكلام ده كويس، وصفقات كل يوم وعلى كل لون يا باطيستا، وجهاز فني جيش جرار جهاز فني وكل شويه يغيروا مدير فني، وما تجيش تدي للناس حقوقها يعني. امال الراجل الاماراتي مالك هذا النادي الاستاذ سالم الشمسي اللي احنا بنحترمه طبعا وبنكن ليه وكل الاشقاء في الامارات كل الاحترام والتقدير، الراجل ده بيصرف فلوسه ليه او بتصرف ليه؟ استثمار ايه طيب؟ انا اي نوع من انواع الاستثمار ده؟ انا مش فاهم يعني انا مش فاهم ده يعني. الراجل بيقول استثمار، انا هوقف استثماراتي في مصر، وكذا مره يهدد انا هوقف هذا نشاط هذا النادي في مصر يعني. طب في مليارات بتتصرف يا استاذ عبد الناصر على صفقات فاشله وما خدوش بطوله رمضانيه، اديلهم 4 سنين 5 سنين بيصرفوا بدون الحصول على بطولة. خلينا نركز في القضيه الرئيسيه. انت تمام. حضرتك يا استاذ راجح ممدوح شغال في اللجنه الاعلاميه في نادي بيراميدز، فوجئت بانك انت ليك مستحقات انت وكثير من الزملاء اللي كانوا بيشتغلوا، وده شغل محترم ومن حق تمام. الصحفي ان يعمل في اي تمام. مركز اعلامي او منظومه اعلاميه لان ده احتراف وبمقابل تمام. مالي، ما فيش مستحقات. لما جيت وطلبته فوجئت انه ممدوح عيد المدير التنفيذي بيلغي اللجنه الاعلاميه بالكامل ويتعنت عدم اعطائكم جميع مستحقاتكم. احكي لي القصه دي بقى. والله احنا في يعني ما بين عشيه وضحايا يا استاذ عبد الناصر، بلغنا ان الاستاذ ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز رافض، وقف اللجنه الاعلاميه، وقف عمل اللجنه الاعلاميه بشكل كامل. تمام. طب ليه يا جماعه وقف اللجنه؟ قال خلاص هو مش عايز اعلام. طب خلاص احنا عايزين حقوقنا. قال لا هو مش هيدفع حقوق، مش هيدفع حاجه. ازاي مش هيدفع حاجه؟ قال لا هو خلاص كده، قال كده خلاص انا وقفت شغل ومش هندفع فلوس تاني. ليكم كام شهر كان مستحق؟ خمس شهور متاخرين، دخلنا في الشهر السادس مفيش فلوس وفي وعود وخلاص يعني، كل يوم وعود 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 لحد ما جينا للنقطة الفاصلة والفرقة في الموضوع، قال مفيش فلوس. فلجأنا بشكل ما بعض الزملاء للأستاذ سالم الشمسي إن احنا يعني انتوا بعد تعنت ممدوح عيد وإنهاء عقد عقودكم أو العمل معاكم سواء بعقد أو من غير طبقا للاتفاقات المبرمة شفويا أو تحريريا، لجأتوا لسالم الشمسي كلمتوه ولا بعتوا له رسائل؟ في بعض الزملاء بعتوا له رسائل يعني عرفوه ان احنا ما بناخدش، احنا شغالين في اللجنه الاعلاميه وما بناخدش فلوس، نادينا 5 شهور.
فالراجل استغرب جدا يعني، استغرب من هذا الكلام يعني. قال لا، انا بدفع مصاريف وبدفع فلوس اول باول ومفيش حاجه عليا، انا بدفع اللي بيديروا النادي في مصر كل المستحقات يا جماعه، انا ما حدش لا عندي جنيه، وممدوح عيد ما حاسبني على كل جنيه. فطبعا ده حاجه اثرتنا واثرت ده يعني طبعا مفاجأة من العيار الثقيل، ده كده نصب طبعا واحتيال علنا. يا استاذ عبد الناصر، ده اثارت استياءنا وغضبنا واستهجاننا من يعني بالكلام ده، كلام كبير يعني. ازاي ان انت راجل عاطي للراجل ده فلوس الصحفيين وفلوس كل الادارات وفلوس اللعيبه ومستحقات والدنيا كلها، وفي مشاكل اداريه، وفي مشاكل اداريه في النادي يعني، في مشاكل ماليه في النادي. الراجل قال لا، انا يعني انا الراجل ده عامل لي ميزانيه وحاسبته على كل حاجه، ازاي انتوا لكم فلوس؟ فطبعا احنا بشكل او باخر صعدنا الموضوع على السوشيال ميديا وكتبنا، وانا واحد من الناس اللي كتبت، ويمكن اول واحد كتب العبد لله يعني. فقلت فين فلوس بيراميدز يا دوحه؟ وديت فلوس بيراميدز فين يا دوحه؟ الفلوس فين يا ممدوح؟ ادي للناس حقوقها. انا عن نفسي انا كراجح انا بقول ان انا مش فاهم يعني، هو الاستاذ ممدوح عيد ده يعني هو مدير رياضي ولا مدير نادي ولا رئيس نادي ايا كان مسمى، ولا وكيل لاعبين ولا سمسار، مش فاهم يعني. يعني انت بتاكل يعني، انت عمال تجيب صفقات و و و و وت طب يا استاذ راجح، هل بالفعل في ناس ليها فلوس تاني موظفين في النادي غير اللجنه الاعلاميه؟ يا باشا، كذا كذا اداره يا عبد الناصر لهم فلوس، مش احنا بس يعني، ناس اداريين لهم فلوس. يعني معلومه، يعني معلومه ان في ناس ما قبضتش من 3 و4 اشهر موظفين، دي حقيقه؟ ده كلام مظبوط طبعا. كلام مظبوط، كلام مظبوط جدا جدا يعني. في ناس ومعلومه ان في لعيبه بتقبض بانتظام ولعيبه ما بتقبضش خالص، دي حقيقه؟ ايوه، النادي فيه لعيبه افتوات، النادي فيه لعيبه فيها اولى وافتوات، هم دول اللي بياخدوا حقهم بدراعهم يعني. عندك عبد الله السعيد، رمضان صبحي، شريف اكرامي، احمد الشناوي، دودو الجباس طبعا، الراجل اللي على الحجر هناك في النادي بيتجدد له ب 10 مليون جنيه وما بيلعبش اصلا، ما بينزلش الملعب، حاجه غريبه يعني. وبقت اللعيبه طبعا ياخدوا كل شهرين كل بتاع يعني عادي، انما الخمسه اللي انا ذكرتهم بالاسم دول بياخدوا حقوقهم بدراعهم يعني، ويكاد ان هم في ناس فيهم ممكن ما تروحش التمرين بسبب الفلوس يعني، منهم رمضان صبحي. معلومة ان رمضان انقطع عن التدريبات بسبب تأخر اموال ليه، دي حقيقة ولا مجرد إشاعة؟ لا، هو كذا تمرين ما راحش، وقال لهم مش جاي، انا جاي العب بفلوس، انا سبت النادي الاهلي عشان خاطر فلوس، وجيت لكم انتوا على ان انتوا نادي عندكم فلوس وعندكم استثمارات وبتاع، فانا مش هلعب مجاملة لحد يعني. دي كارثة يعني. رمضان تحول من ان هو بيدور على بطولة ان هو بيدور على فلوسه. لا يا استاذ عبد الناصر، مفيش بطولة. بطولة ايه؟ هو راجل جاي اشتغل عشان فلوس، هو ده لاعب محترف جاي ب 10 قروش، كان في الاهلي بياخد 5، راح بيراميدز بياخد 10 مثلا، فالراجل مش هيجي يتدرب ويعمل يعني من يعني في ما تلعب شكوك يعني. في دفعات تأخرت لرمضان صبحي وهدد وانقطع عن التدريب وما رضيش يروح الا لما بعتوا له فلوسه. حصل يا استاذ عبد الناصر، وكمان وكابتن احمد فتحي برضه نفس الامر يعني. حتى احمد فتحي دخل معاهم في مشاكل كبيره، احمد فتحي قال لهم انا مش هينفع، ملعب محترف ما ينفعش يتأخر فلوسي يعني، انا هاجي اتدرب والعب ماتشات شكوك يعني، مكافآت شكوك، مكافآت الفوز، مكافآت التعادل، الحاجات دي، مش هشتغل شكوك يعني. هي يعني اللعيبه الكبار في بيراميدز كلهم على راسهم عبد الله السعيد ما بيشتغلش شكوك، ان ما قبضش ما بيجيش يعني. فانا شايف ان الاداره في نادي بيراميدز يعني، انا مش هي دي اداره التكيه يعني، ده نادي التكيه، انا شايفه انا يعني، ده مسمى يطلق على هذا النادي يعني، ده تكيه. تكيه ممدوح عيد، التكيه بتاع ممدوح عيد فعلا يعني. انا شايف ان ممدوح عيد ده بيدير تكيه، انا مش شايف اداره رياضيه، مش شايف اداره محترفه، مش شايف الكلام ده. الى اين انتم ذاهبون؟ هل هتاخدوا بعضيكم جماعه وتقدموا شكوى؟ سواء في مكتب العمل او سواء في لدى محامي شهير، ولا هتوصلوا الكتابه على السوشيال ميديا وتصعيد الازمه اعلاميا؟ بص يا عبد الناصر، احنا طبعا بصدد الوصول لنقابه الصحفيين وتقديم شكوى في رئيس نادي بيراميدز او المدير الرياضي او ايا كان المسمى اللي بيدير التكيه دي، هنكتب فيه شكوى طبعا بشكل رسمي مع اللي هو ممدوح عيد. اللي هو ممدوح عيد ده، هن 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 هنقدم فيه شكوى بشكل رسمي، لان احنا معلش يعني، احنا لنا حقوق. ازاي انت بتقول لي بتوع الامارات انا اعطيتهم فلوسهم، وازاي بتقول لنا انا مش هدفع فلوس؟ يبقى في تناقض يا استاذ عبد الناصر في الموضوع. هل في تجمع ليكم؟ انتوا كم عددكم؟
ده احنا يعني نبلغ 20 واحد يعني 20 صحفي او اكثر. هتتوجهوا لنقابه الصحفيين لانكم كلكم اعضاء نقابه. اه طبعا كلنا اعضاء نقابه واعضاء رابطه النقاد الرياضيين وحاجه محترمه استاذ عبد الناصر يعني انا طبعاً الحمد لله. كلكم لا كلكم يعني اسامي محترمه هتتقدموا بمذكره رسميه وطبعا طبعاً اكيد النقيب ضياء رشوان نقيبنا المحترم وصديقنا العزيز الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئه العامه للاستعلامات ممكن يتواصل شخصيا مع سالم الشمسي. وهيتواصل والاستاذ محمد شبانه طبعا راجل زميلنا وراجل محترم صحفي رياضي برضه. شبانه اجدع شخصيه وبيقف جنب الناس كلها. محمد شبانه طبعا هيتواصل معاه لان هو الراجل المعني بحقوقنا يعني ان هو صحفي رياضي زينا وعارف مواجعنا وعارف. شبانه لا يتاخر ابدا. لا محمد شبانه راجل صحفي ذكر ومحترم وده زميل فاضل واحنا طبعا دايما دايما استاذ عبد الناصر بنختار المنابر الاعلاميه المحترمه اللي بنتكلم فيها. لذلك ان احنا لجأنا لحضرتك لانك راجل من الناس المحترمه والمشهود لا في احنا بعد ما اتكلمنا امبارح البعض كتب واتهمنا ان احنا بندور على مصالح شخصيه وبندور او بنبتز بيراميدز فانا بشكرك انك انت طلعت كشاهد نيابه عن العشرين ده بخلاف العمال اللي ما قبضتش بخلاف التكيه وفلوس الاستثمار الاماراتي وسالم الشمسي بدل ما توجه صح بتوجه غلط لان كان قاسي جدا ان يقول لك عبد الناصر بيهبد عبد الناصر معلوماته خاطئه يا استاذ عبد الناصر بص يا استاذ عبد الناصر انت لو بتبتز او بتعمل او الكلام الفاضي ده انت زمانك ما كنتش قاعد في مصر يعني انت كنت قاعد بره يعني الله يخليك ربنا يخلينا يعني انما انت راجل محترم يعني انت لا تقارن ببعض الابواق الاعلاميه الكذابه اللي هي بتجري ورا مصلحتها الشخصيه انت راجل محترم ويعني انا اعرفك من سنين كتيره وحضرت لك الحفله الاخيره بتاع قناه نادي الشمس في نادي السكه وما شاء الله على الناس المحترمه كانت موجوده استاذ جمال والاستاذ محمد ابو الوفا جمال علام والكابتن جمال غندور والكابتن اسامه اعرابي والكابتن رمضان السيد كله كباتن مصر كانت موجوده وكان يوم عظيم يعني انا احب فيك الطلاقه يعني انت عندك طلاقه وعندك صراحه يعني صراحه المطلقه يعني وانا بشكرك يا استاذ راجح ممدوح على وجودك معايا ومنبري مفتوح لكم في اي وقت ووقت ما تتواجدوا في نقابه الصحفيين انا متضامن معكم وساكون معكم واصور لايف لان الموضوع بجد خطير وقضيه اي زميل هي قضيتي وكل التحيه للاعلام الكبير الجدع الراجل محمد شبانه اللي لا يمكن ان يرضى بان حقوقكم تضيع وكل التحيه لنقابه الصحفيين واحنا الراجل بتاعنا وسندنا بعد الله عز وجل دايما محمد طبعا. شبانه لانه في ظهرنا بكل قوه وكل جدعنه وكل رجوله. واحنا بنحييك يا استاذ عبد الناصر انت من الاعلاميين المحترمين والناس المحترمه النظيفه اللي فعلا منبرها نظيف وصوتها صوت حق يعني احنا بنحترمك جدا وانا على الصف الشخصيه انا كراجح الممدوح صحفي في جريده الاهرام انا بحترمك على الصف الشخصيه لانك راجل نظيف يعني. راجل عندك قضية بتجري وراها وعندك احترام لذاتك يعني. وانا بشكرك وشرف ليا يا استاذ راجح انك انت تكون معايا وانت من الكتاب الرياضيين والصحفيين المحترمين بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك يا استاذ عبد الناصر تحياتي لحضرتك وكل المتابعين. شكرا. اتفضل. الاستاذ راجح الممدوح الناقد الرياضي والصحفي في الاهرام وعضو نقابة الصحفيين يفاجئنا بزلزال وكارثة وفضيحة في بيراميدز. الناس ما بتقبضش ومنصوب عليها والفلوس ضايعة في الهواء أعتقد يعني موضوع مزلزل ولما فتحته قلت لكم أنا بتاع معلومة أنا لست ضد أحد